جه معايا لقطة اليوم، لقطة يعني جميلة جدا. أنا عايزكم تشوفوا اللقطة وتشوفوا الاحتفال ده من السن ده، ونرجع لكم مرة تانية. طبعا ده ابن مهاجم اللاعب، طبعا مهاجم الفريق طبعا اللي بيلعب فيه دلوقتي كريستيانو رونالدو، النصر السعودي، بيقلد الاحتفال بتاع بيقلد الاحتفال بتاع كريستيانو بالظبط. ابن اللاعب اسمه تاليسكو، ده مهاجم فريق نادي النصر السعودي. احتفال رائع، ودايما على فكره الاطفال الصغيره دي ما بتتأثر بالأساطير اللي زي كريستيانو رونالدو، بيعمل الاحتفال بالظبط. يعني أنا اتفرجت على الاحتفال ده أكتر مرة ما زهقش منه. بص حتى شكل كريستيانو رونالدو وضحكته، وإن هو شاف ابن تاليسكا بيقلد الاحتفال بالظبط بتاع كريستيانو رونالدو، فكانت لقطة مميزة جدا من ابن لاعب تاليسكا اللي بيقلد الاحتفال بتاع كريستيانو رونالدو.